السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا في كل مكان متابعي قناة مستر أحمد علي المصري، يا رب تكونوا بخير وفي أسعد حال. الحقيقة يا شباب الفيديو ده لحبايبنا طلاب الدبلومات الفنية قسم الكهرباء وقسم الميكانيكا. ناس كتيرة بيسألوا يا ترى يا مستر بعد هذا القسم لما بنخلص إن شاء الله الثلاث سنوات في الدبلومات الفنية وإحنا قسم كهرباء أو قسم ميكانيكا، يا ترى إيه هي الكليات والمعاهد اللي نقدر نخشها بعد كده؟ طبعا يا شباب قسم الميكانيكا بيأهل طلابه للعمل في مجال تشغيل المعادن وصيانة وصناعة الأجهزة الدقيقة والتحكم، بالإضافة إلى القوالب والاستنباط والبلاستيك وتشكيل ولحام المعادن والسباكة. أما عن قسم الكهرباء فبيأهل طلابه في مجال التركيبات والمعدات الكهربائية والإلكترونيات والحاسبات. تمام يا شباب، يبقى عرفنا قسم الميكانيكا بيؤهل لإيه وقسم الكهرباء بيؤهل لإيه. طيب انا دلوقتي قسم الكهرباء او قسم ميكانيكا، ايه الكليات المتاحه ليا؟ طبعا سيادتك اول حاجه على راس القايمه كليه الهندسه اللي ان شاء الله تقدر تخشها، بس طبعا بعد ما تعمل معادله. بعد كليه الهندسه عندك بقى الكليه التكنولوجيه العسكريه تقدر برضو تقدم فيها، عندك كليه التربيه، كليه التربيه نوعيه، كليه التكنولوجيا والتعليم الصناعي، الكليات التكنولوجيه الحديثه. طب يا مستر تنسيق الحاجات دي من كام؟ تابعنا ان شاء الله وهنقول لحضرتك على تنسيق العام الماضي اللي على ضوءه برضو تقدر ترتب ان شاء الله الرغبات بتاعت حضرتك السنة دي لما تظهر بقى نتيجة الدبلوم. زي ما قلنا كده عندك الكليات التكنولوجية الحديثة، عندك برنامج تعليم تبادلي اللي موجود في كلية سياحة وفنادق جامعة حلوان وجامعة الاسكندرية، عندك معاهد عالية خاصة هندسية، عندك معاهد فنية صناعية، وعندك زي ما اتفقنا كده كلية الهندسة دي على رأس القايمة، وما تنساش طبعا كلية التربية تقدر تطلع منها مدرس. تمام كده يا شباب. عندك بعد كده المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية بمنطقة وردان بمحافظة الجيزة، وده للبنين فقط. عندك المعهد الفني للصناعات المتطورة بالسلام، عندك المركز التكنولوجي المتميز وزارة الصناعة اللي موجود خلف الشركة بسكو مصر بالأميرية القاهرة. تمام كده. عندك معهد فني صحي، ده القسم كهرباء فقط، تقدر تخش قسم صيانة أجهزة طبية، ولو انت زي ما اتفقنا كده صنايع ثلاث سنوات تقدر تكمل في المجمعات التكنولوجية زي مجمع الأميرية أو مجمع الفيوم وهكذا، تدرس أربع سنوات سنتين في سنتين، تدرس سنتين يبقى معاك شهادة تكنولوجي، عايز تكمل سنتين كمان يبقى معاك شهادة بكالوريوس. وما تنساش طبعا معهد عالي سياحة وفنادق وترميم آثار بأبي قير، اتفقنا يا شباب، ومعاهد طبعا نظم المعلومات. حاجات كتير تقدر تخشها لو انت قسم كهرباء او قسم ميكانيكا. وكمان بفكر حضرتك بحاجة مهمة جدا، ان المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية بمنطقة وردان بمحافظة الجيزة ده للبنين فقط. تمام كده يا شباب. دي يمكن يا شباب اشهر الحاجات اللي سيادتك ممكن تلتحق بيها لو سيادتك خريج قسم الكهرباء او قسم ميكانيكا. تابعونا يا شباب، هتلاقوا على القناه كل جديد ان شاء الله، ربنا يوفقكم كل واحد ينول اللي يتمناه. ولو اول مره حضرتك تشاهد فيها القناه شرفني بالاشتراك، وما تنساش تفعيل الجرس عشان ان شاء الله يجي لك كل جديد، وتشير الفيديو عشان غيرك يستفيد. كان معكم مستر احمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.